يبدو وكأن إسرائيل راغبة في أن تقصي حزب الله كذلك. ما جرى في 7 أكتوبر قد غير من الصيغة واللعبة في المنطقة بأكملها. إسرائيل الآن قلقة تماما حول ما يحدث في غزة، بأنه يمكن أيضا أن يتكرر على حدودها الشمالية. حزب الله أكثر قدرة من حماس، فإذا حزب الله على دراية بأن إسرائيل ربما ترغب أو تبحث عن سبب أو ذريعة لتبدأ عمليات عسكرية ضدهم. حاليا القوات المسلحة الإسرائيلية إذا نظرنا إليها من منظور عسكري فهي على أهبة الاستعداد بالفعل لتجري هذه الحرب. لديهم المستوطنات شمالا وقد أخليت، ولديك كذلك معظم القوات الإسرائيلية لا تشارك في العمليات في غزة، فإذا بإمكانهم القيام بأمر في الشمال. القبة الحديدية والتي كانت مكرسة بالدرجة الأولى للاستجابة إلى الصواريخ التي تطلقها حماس الآن هي حرة طلقة لتعيد تموضع شمالا، لأن حماس ليست قادرة على إطلاق مزيد من الصواريخ. فإذا من منظور دفاعي ربما إسرائيل هي قادرة وجاهزة للقيام بأمر ما، ولكن المجتمع الدولي بأسره بما فيه الولايات المتحدة لا يضغط على إسرائيل، أو هو يضغط على إسرائيل حتى لا توسع من رقعة هذه الحرب خارج غزة. وحزب الله على دراية بذلك، هو يعلم بأنهم بمجرد إطلاق الطلقة الأولى فإن إسرائيل ستسود الموقف. حزب الله قادرين على أن يضروا بالإسرائيليين، ولكن في نهاية المطاف هم لا يضاهون القوة العسكرية الإسرائيلية. في نهاية المطاف القدرة العسكرية الإسرائيلية ستضر كثيرا بحزب الله، وهذا لا يعني بأنهم ستكون لهم الغلبة في الحرب. الأمر عصيب في غزة. إسرائيل أوقعت الكثير من الضرر والتدمير في غزة من حيث حيوات الناس ومن حيث الأملاك، ولكن في نهاية المطاف هم ليست لهم الغلبة والنصر في هذه الحرب. فإذا هناك توازن على حزب الله وعلى إسرائيل أن يلعبونه ضربة من هنا وضربة من هناك، وأي خطأ أو سوء في الحسابات من جانب حزب الله أو من جانب إسرائيل أو أي حدث خطأ أو ربما طرف ثالث ربما يقوم بعمليات، فإنه يمكن أن يجلب هذين الطرفين في نزاع.